حرف ال ولا ال ازاي بنقوله في سلسلة ازاي تنطق حروف بالانجليزي؟ وصلنا لحد حرف ال ال. بص، في ازاي ننطق حرف ال، في حاجتين، في حاجة اسمها dark ال و light ال. الدارك يعني بنقولها ال ال، بنفخمها شوية، لكن اللايت بتكون خفيفة. طب امتى اقولها لايت وامتى اقولها دارك؟ بقولها لايت لما يكون بعديها حرف فاول، فاول لتر اللي هو، او الفاول لترز اللي هم الاي والاو والاي والاي واليو. لما بيكون بعد حرف ال حرف فاول بقولها ال، زي لايت لايت، leader lead، love مش بقول love. اوكي، اما لو حرف ال عادي مش وراه اي حرف vowel بقوله dark او l، زي مثلا milk full ball call، مش بقولها خفيفه. اتمنى الفيديو يكون فادك، لو عجبك دوس لايك شير اند سبسكرايب على يوتيوب، وشير عشان تفيد صحابك او الناس اللي بتشوف بتستفيد من دوت. ما تنساش تتابع باقي الفيديوز بتاعه الحروف وتشوف الحروف اللي فاتتك، وتشوف كمان الساوند كلاود جديد نزلنا عليه شويه ريكوردز كده هتساعدك لو انت في اي مكان. شكرا لكم، اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.